نفسي اقول لكل استاذ في المدرسة معلش لما تدخل الفصل مش لازم أن تقول اللي امه ميتة او ابوه مات يقوم. على فكرة في كشف بالاسماء اللي امهم ماتت او ابوهم مات، مش لازم أن تقول الطفل اللي ابوه ما دفعش الرسوم يقف، برضه في كشف بكده. مش لازم أن تقول الطفل اللي ابوه بيكبر تكافل وكرامة يقف، في كشف برضه. بلاش تجريح في الأطفال، لما تلاقي طفل معهوش كشكول مش لازم تضربه. على فكرة أبوه مش قادر والطفل نفسه يتعلم. المشكلة بنسد نفس الأطفال عن المدرسة وبعدين نقول عليهم فشلة. الطفل لما بيتكسف قدام أصحابه بيموت جواه كل حلم، هو عايز رعاية، فيريد أراعوا مشاعر الأطفال، لأن على فكرة أسلوبكم مش هيخلي حد يتعلم. النهاردة كنت ماشي في الطريق شفت عيل في تالتة ابتدائي بيلم زبالة علشان يبيعها ويجيب كشكول، معنى كده ان في حد كسر نفسه.